حمولتي. غادي نديرو الطورطة ديال المرملة، غتكون بالشوكولات بالكاكاو باش كتكون بنية، وحتى الكريمة حتى هي بالحامض والشوكولات. وما نديروش هذاك المورانغ. واخا. عندنا في العجين المرمل عندنا 220 غرام ديال الفرن. و 30 غرام ديال الكاكاو والمر. وبالنسبة للسيدات اللي ما عندهمش في الغرام، غادي تاخذ ربعة ديال الفرن، تعبر ربعة ديال الفرن، وتنقص منها معلقة كبيرة ديال الفرن وتعوضها بالكاكاو. ربعة ديال الفرن تنقص منها معلقة وتعوضها بالكاكاو، يعني خص يكون بيناتهم بجوج رابعة بين الفرن والكاكاو رابعة. نديروها في قصرية ونضيفوا 80 غرام ديال سنيدة ولا 3 المعالق كبار، 3 المعالق كبار سنيدة أو 80 غرام. نزيدوا عليهم قشرة ديال الحامضة كلها محكوكة بالحكاكة الرقيقة، و 125 غرام ديال الزبدة، نص ربعة ديال الزبدة تكون رطبة. وماشي مارغارين، يعني الزبدة العبار ولا ديال البواطة. 125 غرام ديال الزبدة ومعلقة صغيرة ديال العسل، العسل العادي ديال الدار. ونبقاو كنرملو مزيان هاد الفورس والكاكاو وسنيدة والحامض والزبدة والعسل، نرملوهم بيدينا مزيان وحنا كنمعكو، حتى هذاك الفورس كيشرب لينا الزبدة، وكتكون عندنا واحد خليط مرمل وهو شوية بني. ومن الأول السيدة تختار بيضة كبيرة باش ما غاديش توقع في شي خطأ، ولا نزيد شوية ديال الماء ولا الحليب. من الأول تحاول تختار بيضة تكون كبيرة، هي اللي غادي تجمع لينا. ملي كنرملو مزيان كنديرو واحد الحفيرة في الوسط، نديرو بيضة ونحاولو نجمعوها غير بريوس صبعنا بلا ما ندلكو، يعني هاد العجين مرمل ما كيحتاجش ليك باش كتجي شوية مرملة. نجمعوها ببيضة كتكون بنية غامقة، ملي كتجمع لينا غير بريوس صبعنا كنديروها واحد بلاستيكة ونخليوها نص ساعة في الثلاجة، غير في الثلاجة ماشي المجمد. من بعد كنسرحوها بين جوج بلاستيكات، يعني كتكون بلاستيكة لتحت والعجينة بلاستيكة الفوق، ونبقى نسرحو بالمدلك. ما خصهاش تكون رقيقة باش ما تهرسليناش، وما تكونش عاوتاني غليظة ما يبقى ليناش البلاصة ديال الكريم، يعني تكون متوسطة. ويكونوا عندنا واحد المولات صغيورين، إما سامبل إما مشنفين في الجنيبات. وغادي ناخذوا واحد الطابع مرشم يكون كبر من هاد المولات، خصو يكون كبير، ما خصش يكون المرشم نفس هذوك المولات، يكون كبير. نقطعوا به العجينه دواور بهذا الطابع اللي اختارينه، يكون كبير كنقطعوا به دواور ونهزوها الدائره ونلبسوها للمول، ونحاولوا نضغطوا بصبعنا مزيان حتى كتلبس هذاك هذاك المول اللي عندنا، كنلبسوه بالعجينه كامل ونثقبوهم بفرشيطه وندخلوهم في المجمد 10 دقائق. لان الا طيبناهم غادي تنزل العجينه، باش كنتفاداو العجينه انها تنزل شويه من المول كنديروها في الفريكو 10 دقائق. خرجوها عاد كنديروها كطيب، يعني كطيب غير تقساح لان اللون ديالها بني، السيده ما تعرفش الطياب ديالها، ما بين 20 دقيقه ربع ساعه حتى 20 دقيقه على حسب الفران ديالها، يعني ملي تحس بهذيك لاباط راه قساح تصافي راه تحمرت راه طابت. كنخرجوهم من هذوك الليمون وكنخليهم كيبردوا، وكنحضروا الكريمه بالحامض والشوكولاته. كنديروا في كاسرونه 4 لتر ديال الحامض عصير و4 لتر ديال الماء، يعني بيناتهم بجوج نص لتر، 4 لتر ديال الحامض عصير و4 لتر ديال الماء، ونديروهم فوق النار غير كيدفاو. على ما يدفاو ما خصهمش يغليو، يعني غير يدفاو، على ما كيدفاو كنديروا 3 ديال الصفار ديال البيض في واحد الاناء، 3 صفار ديال البيض، معلقه كبيره ديال الكاكاو المر يكون نوع جيد يعني يكون بني غامق، معلقه كبيره ديال الكاكاو، جوج معالق كبار ديال النشا، جوج معالق كبار ديال النشا، جوج معالق كبار ديال الماء، وستة المعالق كبار ديال سنيده ولا 100 غرام سنيده، ستة المعالق كبار ديال سنيده، ونحاولوا نضربوهم بضرب كهربائي غير واحد جوج دقائق. علاش درت جوج معالق ديال الماء؟ لان درت الصفار ديال البيض والكاكاو والنشا، فاش بديت نطرب هذاك الصفار البيض بحال اللي تكور ليا، يعني ثقيله بالكاكاو بالنشا، وزدت جوج معالق ديال الماء وبديت كنطرب غير واحد جوج دقائق واحد شويه على ما يعطيني واحد الخليط سائل هو بني. من بعد كنحيد الدراب، كنستعمل غير دراب يدوي، ونبقى نضيف هذاك 4 لتر ديال الحامض و 4 لتر ديال الماء اللي درناهم يدفاو، بقى نضيفهم على داك الصفار البيض والكاكاو، وانا كنخلط غير بشويه بشويه حتى كيندمج كلشي، وكنصفيوه كنرجعوه للكاترونه ولكن كنصفيوه.
ملي كنصفيو كنرجعو الكاسرونه فوق النار بقاو نحركو معلقه ديال العود كنبقى نحركو مزيان حتى كيعقد لينا يعني بحال كريم باتيسير بالشوكولاط غير هذا كيعقد ولكن ما عقدش بزاف بحال كريم باتيسير يعني مرخوف شويه. من بعد كنفرغوه مباشره هو سخون فواحد البلاطو كنفرغوه وكنبسطوه على البلاطو وكنغطيوه على الفلوجه ديالو بالبلاستيكه البلاستيكه خاصها تكون لاصقه مع الكريم لان الا ما لصقناهاش مع الكريم ديك السخونيه ديال الكريم غادي تندى تندى ديك البلاستيكه ويدير لينا الماء. خاص البلاستيكه تكون لاصقه على الكريم ونخليوها في الثلاجه حتى كيبرد هذا الكريم كيبرد مزيان. من بعد ملي كيبرد كنديروه في واحد الاناء يعني كيكون تقريبا بحال الجيلاتين هكذا واقف شويه كنديروه في اناء ونبقاو نطربوه بطراب كهربائي وحنا كنضيفوا ياغورت ديال الشوكولاط بالواحد ولا جوج ولا ثلاثه يعني على حسب الكريمه وعلى حسب النشا اللي دارت السيده لان الا كان الكريمه واقفه غتحتاجي يعني جوج حتى ثلاثه ديال ياغورت بالشوكولاط عاد غادي يتسلق الكريم. حنا كنطربوه وحنا كنزيدوا هذاك ياغورت بالشوكولاط كنحصلوا على كريمه شويه مطلوقه ماشي بحال الكريم باتيسير يعني مرخوف على كريم باتيسير. من بعد غادي نديروها في بوش ولا في بلاستيكه ونخليوها على جهه غادي ناخذ هذوك الطورطات اللي طيبنا ونديروا فيهم دواور ديال البنان رقاق شرائح رقاق هكا وحده بحال اللي كنستفوا بغرير يعني دويره حتى دويره ديال البنان ونفرغوا الكريمه من الفوق وغادي نزينوا من الفوق بقشور ديال الحامض يكونوا معسلين ولا الشوكولاط ابيض محكوك ولا خطوط ديال الشوكولاط الابيض يعني السيده كيبقى التزيين ديالها على حسب اللمسه ديالها. وها هما الطورطات يعني كتلقاي لداخل البنان ومن الفوق هذيك الكريمه بالشوكولاط والحامض يعني الحامض كيتواتى مع الشوكولاط وبالصحه والراحه. مختلفه تماما على دوك الطورطات الفرديين يعني العاديين يعني بالمورانغ والكريمه الله يعطيك الصحه دائما عودنا عليهم ولكن نحاولوا نغيروا شويه كيجيو رائعين.